بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا محمد؟ محمد الجبة كمان اهو جميل. الحقيقة لقائنا الأسبوعي اليوم هو لقاء استثنائي، وطبعا غني عن التعريف ان اللقاء ده عمره تقريبا 15 سنة. بنلتقي كل يوم اثنين من الساعة 7 لـ 9 في إطار مناقشة هموم الوطن، لكن في هذا الإطار الأسبوعي بتيجي أحداث استثنائية وأيام استثنائية لها طبيعة خاصة جدا. النهاردة الحقيقة ده يوم من أيامنا الاستثنائية في ظل زمن استثنائي، في ظل حالة استثنائية بتعيشها بلدنا. اليوم لقائنا بهدف تكريم اثنين من الفتيات المصريات. الحقيقة المرأة المصرية بشكل عام والفتاة المصرية بشكل خاص استطاعت أن تعيد لنا الثقة في رجولة هذا الوطن. والحقيقة ما يحدث من أعمال وطنية منذ ثورة 25 يناير حتى اللحظات والأيام والساعات الأخيرة يؤكد أن المرأة المصرية هي ركن ركين في الحركة الوطنية المصرية. قبل ما أتكلم عن غادة وقبل ما أتكلم عن سميرة إبراهيم، الحقيقة عايز أتكلم عن شفيقة. وشفيقة دي شخصية مهمة جدا في التاريخ المصري اللي الحقيقة لم ينصفها التاريخ بعد. شفيقة هي أول شهيدة في الثورة المصرية الأولى، إذا اعتبرنا 25 يناير هي الثورة المصرية الثانية، فالثورة المصرية الأولى هي كانت ثورة 1919. من 92 سنة كان في سيدة مصرية اسمها شفيقة، ربما كانت منقبة زي بعض سيداتنا، ربما كانت بتضع اليشمك المصري اللي هو كان أقرب إلى الحالة المصرية في هذا الوقت، لكنها هذه السيدة كشفت عن صدرها ودخلت إلى المعتمد البريطاني وقالت له: نحن نساء مصر نرفض الاحتلال ونطلب الاستقلال. شفيقة هذه السيدة الحقيقة أنا بتشرف أنها بتنتمي لمنطقة الجمالية وهي المنطقة اللصيقة بدائرة الانتخابية باب الشعرية. هذه السيدة المصرية البسيطة تحدثت مع المعتمد البريطاني بلغة إنجليزية رائعة وبلغة وطنية أروع وأعظم، وكان رد الفعل أنها وهي تنصرف من دار المعتمد البريطاني أو من قصر الضبارة بعض الضباط الإنجليز أطلقوا عليها النار من الخلف في حالة من حالات الخسة غير المستغربة عن المستعمر بصورته اللي هي شعره أصفر وعينيه خضرة، أو بصورته اللي احنا بنشوفها في أوقات كثيرة بعيدا عن المستعمر أبو شعر أصفر وعينيه خضرة. والحقيقة مصر عانت من حالات متعددة من الاستعباد وحالات متعددة من الاستعمار كانت أسوأ بكثير مما حدث في أزمنة الاستعمار الصريح الواضح. ما حدث لبناتنا وفتياتنا كان هو الحقيقة إحياء وقبلة حياة للثورة المصرية. زي ما كانت الثورة المصرية في خطر في لحظات ما بعد إعلان مبارك بيانه الأول وإعلانه أنه راغب في أن يموت على أرض وطنه، أحيا الثورة ما حدث في معركة الجمل أو ما يسمى بمعركة الجمل. أنا بعتقد أن الذي حدث في مصر يوم 16 ديسمبر و17 ديسمبر والأيام التالية كان هو قبلة الحياة اللي وجهتها نساء مصر للثورة المصرية كي تعود الثورة مرة أخرى تتدفق في شرايين الوطن. أنا مش هأطيل في كلام ملوش معنى في تاريخ قديم ولا في تاريخ جديد أصحابه موجودين، لكن أنا عايز الحقيقة أقول لكم أن أنا النهاردة عندي سبب آخر للسعادة
غير أن البطلة الجميلة غادة تجلس على يميني. سبب السعادة الآخر أن يجلس على يساري شخص أحبه، له من المواقف وله من التاريخ وله من النضال وله من الثبات على الموقف ما يجعلني أشعر أن في مصر رجال بقامة عبد الرحمن يوسف. هي عبد الرحمن يوسف ليس بالنسبة لي مجرد قيادة سياسية أو قيادة وطنية أو رمز من رموز الثورة المصرية، لكنه أيضا رمز من رموز الوفاء والرجولة. كنت في سجني لسنوات أتلقى كل ما يكتبه عبد الرحمن يوسف بفرحة، أعتقد أن هي ما كانش بيوازيها أي فرحة، وأذكر دواوينه وخاصة ديوان ليس لدي شيء أخسره، لا شيء عندي أخسره. والحقيقة لما شفت هذا الغلاف وكنت في سجني قلت الحقيقة هذا الغلاف أو هذا العنوان يعبر كثيرا عن حالتي في هذه اللحظة، لكن اكتشفت أن عبد الرحمن يوسف بإبداعه وفكره وبوطنيته أيضا بيعبر عن حالة كل المصريين في أوقات كثيرة جدا، وما أروع ما قالوا في ميدان التحرير بالأمس أو أول أمس. أنا الحقيقة حرمت من هذا لأني كنت في بننظم احتفالية أخرى في ميدان أو في أمام كنيسة القديسين في الأسكندرية، وكنا مرتبطين بهذه الاحتفالية فحرمت، لكن كنت أسمع من الموبايل من زملائي وشبابنا اللي كانوا حاضرين كلمات عبد الرحمن وهي تجلجل وهي تعيد أحياء الثورة المصرية مرة أخرى. أنا ما كانش عندي فرصة أشكره بعد خروجي من السجن أمام الجميع، فمرة أخرى في المكان اللي كان بيجي يتضامن معايا فيه وأنا في سجني بشكره على موقفه وعلى شرفه السياسي وعلى شرفه كشاعر عظيم وكبير بيعيد لأذهاننا زمن العمالقة وزمن الكبار. آسف إذا كنت أطلت، هذا ليس يوم الكلام، هذا يوم التكريم، وأعتقد أن أكبر تكريم يجب أن تحصل عليه بنتنا الغالية البطلة المناضلة غادة، أن تستمع كلمات لكلمات من عبد الرحمن يوسف. هذا تكريم إضافي غير الدرع وغير الكلمات الأخرى. أستاذن أستاذ عبد الرحمن هو يتفضل الحديث. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر الدكتور أيمن على هذه العباءة الواسعة التي ألبسنيها بهذه المقدمة، وأتمنى والحمد لله الذي ستر عيوبي عن عيون الناس فحسن ظنهم في. وبشكر السادة الحضور على قدومهم للتضامن ولحضور هذه الأمسية التي تعني الكثير من المعاني. حقيقة أنا ربما أكون حضرت هذه الأمسية التي بدأت من 15 سنة زي الدكتور أيمن بيقول، حضرتها الدكتور أيمن في السجن أكتر بكتير ما حضرتها وهو برا. يمكن دي أول مرة أحضر الأمسية أو تاني مرة، مرة كان في باب الشعرية وحضرتك موجود ساعة موضوع تصدير الغاز لإسرائيل، ودي تاني مرة. صحيح. لا انا حضرت كتير بقى وانت ايام كان بيبلغ وانا قلت الدكتور ايمن الحقيقه كنا بنتضامن معاه مؤخرا في مركز اعداد القاده، قلت له والله يعني زهقنا من كتر ما تضامننا معاك يا دكتور ايمن، يعني كنا متخيلين ان الثوره بقى يعني هنبتدي بقى يعني الامور تتغير شويه يعني، فبرضو عمالين نتضامن مع بعض كل شويه واحد مننا يدعو الاخرين لكي يتضامنوا معه امام قهر جديد. أنا يعني ما زلت متفائلا وما زال تفاؤلي يزداد يوما بعد يوم، ولكن هذا لا يعني أننا أمام عقبة، ولا بد أن نقتحم العقبة فلاقتحم العقبة. مصر ستمضي إلى الخير بإذن الله، والقفزة التي حدثت في 25 يناير
لا يمكن تخطيها بأي حال من الأحوال، لا يمكن نعتبر أنها ما حصلتش، ولكن من الواضح أننا سنمر بفترات فيها قليل من عدم الاستقرار. العودة إلى ما قبل 25 يناير مستحيلة، والقفز مرة واحدة إلى دولة مستقرة ديمقراطية بقواعد سياسية ثابتة أيضا مستحيل. سنمر على جبل الأعراف السياسي الذي نحن فيه الآن، وسيستمر معنا فترة إن شاء الله ما تكونش طويلة، حتى نصل لنرى في يوم من الأيام أردوغان مصري ومهاتير مصري، ولكي نرى هؤلاء فلا نستبعد أن نرى اللندي مصري وعدنان مندريس مصري. أعتقد أن كلكم فاهمين يعني. وإحنا بقالنا 7000 سنة ما وراناش حاجة، يعني إحنا بقالنا 7000 سنة بندفع أثمان يعني لأشياء قيمتها الحقيقية أقل بكثير من الحرية. لقد دفعنا أثمانا باهظة من أجل لقمة العيش، ومن الممكن أو يبدو أننا بدأنا نشتري البضاعة الأغلى، وأنا بقول لكم هندفع فيها أقل بكثير مما دفعناه ثمنا للقمة العيش. إحنا هنشتري الرخيص، اشترينا الرخيص بغالي، ودلوقتي هنشتري الغالي بغالي برضو، بس مش بنفس الغالي اللي اشترينا به الرخيص. يعني الحقيقة لو شفنا احنا قدمنا مصر قدمت كام شهيد من اجل لقمة العيش، هنلاقي انه العدد ملايين يعني، بينما قدمنا بضعة الاف من اجل الحرية. فاعتقد انها حسبة كويسة ومكسبة قوي، يعني ان احنا يستشهد مننا يعني عند الله سبحانه وتعالى 2000 ولا 3000 ولا 4000 في سبيل ان احنا نعيش امة حرة، احسن بكتير ما يموت ناس مننا وهم يطاردون رغيف العيش بالملايين، اللي بيموت بالسرطان واللي بيموت في عبارات ولا في قطارات ولا في غيره. يعني هذا كمدخل يعني لهذه الكلمة. لا استطيع ان أنهي كلمتي دون أن أحيي هذه المرأة المصرية والتي خرجت من مولد السياسة بقليل جدا من الحمص، ولكن أنا أيضا متفائل بهذا الأمر، لأننا مش هنشوف مارغريت تاتشر مرة واحدة، ومش هنشوف قيادات نسائية مرة واحدة. المهم في هذه المرحلة أن نضع قواعد جديدة للعبة السياسة يستطيع الجميع منها أن هو ينزل على أرضية واحدة بشكل متساوي، وأن يدعو لأفكاره أيا كان. حينها سنجد في البرلمان أقباطا ونساء وبدوا ونوبيين، وسنجد تمثيلا حقيقيا للشعب المصري، وإن لم نجد ذلك في هذا البرلمان الذي عبر عن التشوهات اللي موجودة في الشارع فعلا. الأهم إن احنا أن نظل على قواعد اللعبة في وضع ديناميكي يؤهلنا إلى التأثير في الشارع وتغيير الشارع والدعوة لأفكارنا كلنا على نفس قواعد اللعبة بنفس الحرية. وهذا هو المنجز الأكبر، قد يكون المنجز الأكبر لثورة يناير المجيد. تحية للمرأة المصرية التي ربما ما زالت تدفع الثمن الأكبر، ونحن أولا أمام قضية إنسانية. يعني الانتهاكات التي تحدث ضد المرأة المصرية قضية إنسانية أولا، وقد يكون فيها إظهار للتشوه الذكوري في مجتمعنا الذي قد يستسهل أو يستصغر الاعتداء على امرأة. ولكن كما قلت لا ينبغي أن نرى الحادث من منظور ذكوري أيضا، أنها واحدة ست اعتدي عليها، لا، هي إنسان أولا بالمساواة بالرجل،
وامرأة ثانية. تحية لكل نساء مصر الصامدات. هذه الثورة، هذه الثورة ثورة تم تجهيزها في البيوت على مدار سنين، ثورة تحضر لها في البيوت، اتجهزت جوه البيوت في السر. واللي عمل الثورة ديت الفضل الأكبر قد يكون للأمهات الصابرات اللي في اللحظة المناسبة ما حبسوش ولادهم وسابوهم ينزلوا الشوارع. ف يعني أتمنى إن احنا نشوف مارجريت تاتشر مصرية، ولا هيكفرونا ما أفلح قوم ولا أمرهم امرأة. يعني طبعا الحديث له تفسيرات أكثر، يعني أفقها أوسع بكثير من يعني أنا بس هيلاري تبقى قضية صح، تمويل أجنبي. طيب فإحنا الحقيقة يعني الحديث الشريف له تفسيرات أفقها قد يكون أكثر اتساعا من تفسيرات أخرى جامدة، يعني في رأي شخصي قد تكون في قد يكون فيها من الجمود الكثير. أنا بشكر الداعين على هذه الدعوة الكريمة، وبستأذنكم أن أنا أستأذن لأنه أنا عندي كلمة في منتدى آخر ينتظرني فيه بعض الكرماء من اللي ما يتخيروش عنكم يعني، فإذا أذنتم لي بالانصراف سأكون من الشاكرين. المشكلة لما اللي اعترض اعترض ست وأنا عمال أقول في الست يا طب خلاص الحمد لله، الحمد لله كويس، دي بشرة خير يعني. الحقيقة احنا بنشكر الأستاذ عبد يوسف، وكعادته يعني الحقيقة لا يتأخر أبدا عن المواقف الكبيرة، ولكن أنا بس هدعوه لمدة 3 دقائق عشان يستمع لكلمة المكرمة غادة ويسلم الدرع لسميرة أو للدكتورة الصديقة أبو سعدة بالنيابة عن أستاذة سميرة إبراهيم. فإحنا نستمع في 3 دقائق لكلمة غادة ثم يسلم الدرع للدكتورة الصديقة. حضرتك لا في 3 دقائق إحنا مش هنطول عليك. يلا يا غادة استمع إليكي. السلام عليكم. الأول يعني مبسوطة جدا أن أنا شايفاكم النهاردة، دي حاجة كبيرة عليا، دي حاجة أنا ما استحقهاش فعلا يعني. قبل طبعا ما أبدأ كلمتي حابة أوجه تحية لشهداء مصر، تحية لكل حد فقد نور عينيه أو أصاب جسديا أو نفسيا. دولت أبطال خلف الستار، يعني في أبطال كتير خلف الستار، وفي أبطال سلط عليهم الضوء لحكمة لا يعلمها إلا الله. يعني أنا لما تعلمت يعني إيه حرية تعلمتها من بنات أحب أقول أسمائهم، رشا بدوي وفاطمة رضوان، دول كانوا قبل الثورة كانوا بينزلوا يعني في أماكن ما يقدرش الرجالة ينزل فيها. بعد الثورة بعتبر المرأة التي هزمت العسكر هي سميرة إبراهيم. سميرة إنسانة جميلة، في وقت ما كانت واقفة لوحدها ما حدش جنبها وقفت وقالت اللي حصل معاها، وكان طبعا في الأول ما كانش الجموع حواليها زي دلوقتي، واللي حصل في قضيتها ده انتصار كبير جدا لمصر مش للمرأة بس. تحية كبيرة لسميرة بنت الصعيد بجد، يعني تحية كبيرة ليها، وتحية لكل امرأة أنا شفتها كانت في الصف الأول في محمد محمود وكانت بتداول جرحى وأحيان كانت بتشيل مصابين. في بنات كتير تم الاعتداء عليها بشكل أقصى بكتير من اللي تم الاعتداء عليا بيه، لكن لم يسلط عليهم الضوء. تحية ليهم كلهم، يا رب يا رب نقدر نجيب حقهم. والثورة لازم تفضل مستمرة طول ما في نظام فاسد، لأن احنا لما نزلنا نقول يسقط يسقط حسني مبارك لم نقصد الشخص، ولكن قصدنا أن هناك ظلم، فما دام الظلم ده يعني لسه مستمر فما يعني يسقط يسقط النظام. النظام لم يسقط، سيسقط، ويجب أن يحاكم كل القتلة ويحاكم كل الفاسدين، لأن ما بني على باطل فهو باطل. لو احنا عايزين وطن حر
يجب أن تستأصل كل القوى الفاسدة ويتم إحلالها بقوى أخرى. شكرا لكم، مش عايزة أطول عليكم، أنا مبسوطة جدا أن أنا معكم النهاردة، بس أحب أقول أن لازم كلنا نكون يعني جوانا عقيدة أن الثورة مستمرة، لأن إحنا بندافع عن الحق، والحق يعني لسه لم ننتزعه، لأن الحق ينتزع ولا يطلب، فيجب انتزاعه. لازم نجيب حق الشهداء، حق الناس المصابة، حق الناس اللي اتأذت. القتلة لم يحاسبوا، وتم الإفراج طبعا عن قتلة المتظاهرين في السيدة زينب. ده نوع من أنواع الاستفزاز، أنا أعتقد أنه هو استفزاز للشعب. إن شاء الله كلنا ننزل 25 يناير هننتزع الحق، مش احتفالية زي ما قال بعض القوى السياسية، هي مش احتفالية. أنا ما احتفلش وأخويا لسه دمه ما جاش، دي مش احتفالية. احنا نازلين يقول معلش اسمحوا لي، يسقط يسقط حكم العسكر. شكرا. أنا معك، يسقط يسقط حكم العسكر. في أي إجراءات غير التكريم بقى؟ أستاذ عبد الرحمن يسلم درع للدكتورة صديقة أبو سعدة بنيابة عن الفتاة السعودية الجميلة سميرة، لأن هي تعذر حضورها اليوم لأنها في سوهاج. وفي كلمة كانت والله؟ طيب يلا اتفضلي. طيب سلم الدرع لغادة. فين درع غادة يا شباب؟ يا غدغود يا جميل، انت بطلة وعظيمة، ربنا يسعدك يا شباب.